عايز مين عاجز مين مين يعني دكتور ايوه انا عموما ما عادش منو فينا انا الناس اللي عايش عايز يجي لا لا انا من التسجيل اللي انت عمال تسجله لنا لا 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 والله مو كده دي صوتك غريب ايه صوتك غريب استقال حسن الحمد لله الحمد لله صوت البتاع طيب النهارده شباب هناخد الجزء الجديد اللي هو اخر موضوع بالنسبه لنا هنتكلم على اخر موضوع بالنسبه لنا اللي هو السايكرومتريكس طبعا احنا اتكلمنا المفروض على السكندري اناليسيز اول حاجه بعد كده الستيم سايكل والريفريجريشن بعد كده السايكرومتريكس خلاص وده بالنسبه لنا من ضمن المواضيع المهمه قوي كل الحاجات اللي احنا خدناها دي تعتبر بيزكس هنستفيد بيها ان شاء الله ايه السنه الجايه في معظم الكورسات اللي احنا هناخدها لان طبعا معظم الكورسات اللي انت بتاخدها السنه الرابعه بتبقى حاجات تطبيقيه وطبعا هتاخد باور بلانت فالباور بلانت دي كده تستفيد بالستيم باور سايكل وبرده في الكورس بتاع الريفريجريشن والاير كونديشنينج هتحتاج اللي هو الريفريجريشن بلس السايكرومتريكس دوت هيبقى طبعا من الحاجات اللي هي مفيده بالنسبه لنا طيب بالنسبه للنهارده المحاضره الاولانيه طبعا المحاضره الاولانيه دي انا كاتبها لكم هنا فمش لو حد مش عاوز يكتب ما يكتبش ماشي انا اهم حاجه تركز بقى عشان ايه لو انا عاوز امسح بسرعه يعني هشرح لكم بالراحه مش همشي بسرعه في الشرح بس في نفس الوقت لما ابقى عاوز امسح حاجه محدش يقول لي ايه ما تمسحش عشان كل حاجه بتبقى مكتوبه هنا طيب سواء كلام انا بقوله نظري او سواء حاجه مكتوبه او ايه ماثيماتيكال ايكويشن طيب فاحنا هنتكلم النهارده على السايكرومتريكس طبعا ايه هو السايكرومتري او السايكرومتريكس بصوره عامه هو عباره عن ساينس بسرعه يا شباب محتاجين نبتدي لو سمحتوا فيا ريت يبقى بسرعه شويه مش لازم برضو كل حد يجي لازم ايه حيجي ونبتدي نغني معاه شويه يعني هنتكلم على السايكرومتريكس احنا قلنا السايكرومتري هو عباره عن ساينس خلاص الساينس ده الهدف منه ان انا ادرس الايه مويست اير طبعا كلمه مويست اير هنا معناها اللي هو الهواء الرطب خلاص يعني ايه هواء رطب طبعا الاتموسفيريك اير عندي المفروض يتكون من الاتموسفيريك اير اللي هو الهواء اللي موجود في الجو بيتكون الهواء بتاعي بيتكون من حاجتين بيبقى في حاجه عندي اسمها دراي اير وحاجه اسمها ووتر فيبر فبالتالي انا دلوقتي بتعامل مع تو اكسبريشن هتقابلهم دايما في السايكرومتري لو سمحت بقى نقعد يا شباب بقى انا عاوز ابتدي فانا بتعامل دلوقتي مع حاجه اسمها دراي اير وحاجه اسمها اتموسفيريك اير طبعا دراي اير ده اصل ليها ان الهواء بتاعي ما فيهوش اي رطوبه يبقى بالتالي ايه اللي في الهواء ما فيهوش اي رطوبه ما فيهوش اي ووتر فيبر اللي هو الجاز الموجود اللي عندي طبعا الهواء ما فيهوش فيه ايه O2N2 خلاص في بعض الحاجات الثانيه زي CO2 او H2 طبعا بس بنسب صغيره مش كده يبقى كل الجاز بتاعتي انا دي بسميها ايه نون كوندنسبل جاز نون كوندنسبل جاز معناها ان حاجه ما بتتكثفش الحاجه الوحيده اللي بتتكثف هي ايه بخار الميه يبقى انا لو بتعامل مع كل الايتيمز اللي موجوده
في الجو ما عدا الميه يبقى ده بسميه ايه؟ دراي اير. لما اجي اتكلم بقى مع الهواء عامه او الاتموسفيريك اير يبقى انا كده مين ايه؟ حاجتين اللي هو دراي اير اللي هو النون كوندنسبل جازز اللي هم الغازات دي كلها بلس بقى الايه؟ الووتر فيبر بتاعي. خلاص يبقى احنا اول اكسبريشن عندي اير اتموسفيريك اير موست اير 3 زي بعض. يبقى كلمه اتموسفيريك اير او بقول لو قلت اير بس او قلت موست اير خلاص يبقى اير موست اير اتموسفيريك اير مينز اللي هو الايه؟ دراي اير بلس الووتر فيبر. طبعا الدراي اير او اللي هو النون كوندنسبل جازز اللي هي الغازات دي طبعا هي دي النسبه الكبيره بتاعتي. يعني دي مثلا حوالي نسبتها 99% مثلا ولا حاجه، بينما الووتر فيبر نسبته ايه؟ قليله جدا. طب رغم ان انا نسبته قليله جدا ليه بدرس وجود الووتر فيبر في الجو؟ رغم ان هو اصلا نسبته صغيره. طبعا لو انا عندي حاجه صغيره ممكن اهملها صح؟ طب ليه رغم ان انا اكون الووتر فيبر اللي موجود في الاتموسفيريك اير ده رغم ان هو نسبته صغيره جدا بس انا مهتم بقى ان انا ايه؟ ادرس الووتر فيبر وكمان هجيب كمان شويه بروبرتيز للمويست اير. يعني انا احط بقى الايفكت بتاع الووتر فيبر ده واحسب بروبرتيز كتيره ما كناش بنحسبها قبل كده وهنخش في قصه اول مره نسمع عنها خالص. رغم ان نسبه الووتر فيبر دي قليله، ليه انا متعمد ان انا اعمل حاجه زي دي؟ حد عنده اي فكره او توقع كده ليه؟ اه حلو. ايه الابلكيشن بقى ان الووتر فيبر ده هيبقى مؤثر فيها؟ الاير كونديشننج صح؟ اه بالظبط. لان طبعا وجود الووتر فيبر ده بيأثر على ايه؟ على الهيومن كومفورت، فبالتالي ممكن الاقي في يوم من الايام ان الرطوبه بتاعتي ايه؟ عاليه قوي. معنى الرطوبه عاليه ايه؟ نسبه ان نسبه الووتر فيبر اللي موجوده في الجو كبيره مش كده؟ او العكس ممكن الرطوبه بتاعتي تبقى قليله، يعني نسبه الووتر فيبر اللي موجوده في الجو قليله. طبعا عشان انا احقق الثيرمال كومفورت او الهيومن كومفورت فلازم نسبه الووتر فيبر دي تبقى ليها ايه؟ رينج معين، يعني المفروض ولا تبقى عاليه قوي. وطبعا لو انت حاسس ان الايه؟ الووتر فيبر اللي في الجو ده نسبته كبيره قوي فهتحس ان وشك ايه؟ ملزق صح؟ تحس كان ايه ده؟ ايه ده كل شويه انا وشي ملزق نتيجه ايه؟ ان الجو فيه رطوبه عاليه. او لو دراي ايه؟ نعم؟ عشان ما انا بقول لك عشان الجو نفسه فيه رطوبه كبيره. رطوبه عاليه. نعم؟ وبعدين؟ ما هو دلوقتي الهواء ما احنا بس واحده واحده اصبر عليا. كل الكلام ده هشرحه بس خلي بالك انا بقول لك دلوقتي الافكت. يعني بقول لك انا ليه بدرس الكلام ده؟ انا بقول لك الافكت انت بتحس على طول ان جسمك ملزق ليه؟ لو في رطوبه عاليه، في ميه عاليه في الجو. طيب او بتحس بقى العكس لو رطوبه قليله هتحس ايه؟ دراي اير اكن جسمك ناشف. لو تلاقي ايه ايدك اكنك بتشقق صح؟ في بعض الايه؟ في بعض الاحيان زي مثلا في بعض الاماكن في الخليج. طبعا في اماكن في الخليج الرطوبه فيها عاليه قوي وفي حتت بقى اللي هي ايه؟ فيها جو صحراوي شويه دي بتلاقي الهواء بتاعي ايه؟ دراي. انت بالنسبه لك ولا ده كويس ولا ده كويس، فانت عاوز دايما الحاجه الايه؟ المتوسطه. خلاص؟ فطبعا نسبه الووتر فيبر دي بتقل وبتزيد في الجو نتيجه ايه؟ كوندنسيشن او ايفابوريشن. يعني لو انا عندي حتت خلاص؟ فيها مثلا ايه؟ ليكس مثلا او ريفر او حاجه زي كده بحار او محيطات او حاجه من دي، فبتلاقي دايما في رطوبه عاليه، لان دايما الهواء لما بيجي يعدي على سطح الايه؟ الريفر بتاعي او كده فيعمل عمليه ايفابوريشن. طبعا عمليه الايفابوريشن دي جايه نتيجه ايه؟ فرق التركيز. السطح الهواء لا، الهواء اول ما يعدي على الووتر على الميه اللي موجوده في البحر او كده فبالتالي هيحصل ايه؟ ديفيوجن من الميه للهواء نتيجه فرق تركيز الووتر فيبر. فنتيجه عمليه الديفيوجن دي اللي هي الايفابوريشن يحصل نسبه الرطوبه في الجو يحصل لها ايه؟ تزيد. او العكس في اماكن ثانيه ممكن يحصل عمليه كوندنسيشن فبالتالي يحصل ان الرطوبه عندي ايه؟ يبقى انا لو شلت ميه من الهواء فمعنى كده الرطوبه اللي في الجو يحصل لها ايه؟ هتقل. لو انا اديته ميه عن طريق ان انا مثلا جبت ايه سبراي ورشيت ميه مثلا في الجو يبقى بالتالي نسبه الرطوبه هتقل. فبالتالي معنى كده ايه؟ خلاصه ان انا الووتر فيبر بيحصل له ايه؟ بيزيد وبيقل تمام؟ فبالتالي ده بيأثر على الهيومن كومفورت بتاعي. بس الهيومن كومفورت ده احد الابلكيشن او في ابلكيشن ثانيه برضه مهم قوي نسبه الووتر فيبر دي بتبقى عامله ازاي؟ لو انت مثلا عندك حمام سباحه خلاص؟ فايه اللي بيحصل؟ طول ما الهواء بيعدي على حمام السباحه ده بيحصل عمليه ايفابوريشن. اي نعم انت مش هتلاقي الحمام يفضى يعني،
بس هتلاقي على الايه الوقت الطويل كل شويه الليفل بيحصل له ايه بيقل، فمحتاج ان انت ايه تعوض بقى الكلام ده. يبقى انا بتعمل حاجه اسمها ميكا بوتر، ان انا عندي كل ما المايه تتبخر خلاص فانت بتحسب بقى معدل التبخير ده فبتعوض المايه اللي بتنقص. في ابلكيشنز كتير قوي بيحصل دايما ان المايه تتبخر فانا محتاج ايه اعوضها. طب انت عاوز تعرف معدل تبخير المايه قد ايه؟ يبقى انت لازم تبقى فاهم بقى القصه بتاعت السايكرومتريكس والبروبرتي دي كلها عشان تقدر تعوض المايه اللي بتقل. خلاص يبقى انا كده الخلاصه بتاعتي ان انا ايه عندي الهواء بتاعي عباره عن حاجتين دراي اير ووتر فيبر. خلاص يبقى انا بالتالي لو عاوز احسب الماس بتاعت الهواء كلها يبقى عباره عن ايه الماس بتاعت الدراي اير زائد الماس بتاعت الايه الووتر فيبر. هيبقى الماس بتاعت الدراي اير دي اللي هي الماس بتاعت الجازز اللي هي ثابته ولا بتتغير؟ تقريبا ثابته. وجود ال N2 وال O2 وال CO2 اللي في الجو تقريبا ثابتين، يبقى ده تقريبا هيبقى ايه 12 سم. والماس بتاعت الووتر فيبر هتبقى بتزيد او تقل بقى نتيجه ايه الايفابوريشن او الكوندنسيشن، مش كده؟ خلاص يبقى انا عندي لو الهواء عدى على الميه فبخر جزء منها يبقى نسبه الووتر فيبر هتقل، حصل كوندنسيشن يبقى نسبه الووتر فيبر هيحصل لها ايه هتزيد. طيب يا ريت يا شباب بس الناس اللي لسه داخله متاخر تركز معانا ما تكتبش اي حاجه، قلت لكم ما تكتبوش اي حاجه، المحاضره انا كاتبها كلها هنا وهديها لكم. خلاص انا عايز بس تركز معايا، حتى الكلام اللي انا بقوله ده كله مكتوب، يعني انا في كلام بقوله بشرحه اللي هو ليه امتى الوتر فيبر يقل او يزيد كل الكلام ده مكتوب هنا، فانا عايزك تركز معايا تفهم وخلاص. طبعا انا مش قادر اكتب هنا زي ما انتم عارفين عشان دي مش هتعرف تطلع، حد كتب هنا ذكي يعني ايه مش هتعرف الكلام ده يطلع كتب بقلم يعني اللي هو بيرمننت اللي هو نعم؟ لا ما هو في حد عمل كده ساعدني بس برضه ما هو باين جايب قلم محترم شويه ما عليه. طيب احنا قلنا ان الهواء بتاعي فيه ايه؟ دراي اير ووتر فيبر صح؟ اتفقنا ان نسبه الووتر فيبر دي ايه؟ قليله ماشي بتزيد او بتقل، فبتزيد او بتقل بتاثر على الهيومن كومفورت بتاثر على الرطوبه اللي في الجو بس هي ستيل ايه قيمتها قليله. طيب معنى ان نسبه الووتر فيبر قليله يعني الضغط بتاعها في الجو عامل ازاي؟ لا مش الضغط ده جاي نتيجه وجود الموليكيولز، فالموليكيولز دي لو قليله قوي يبقى الضغط بتاعها ايه؟ قليل. يعني ضغط الووتر فيبر قد ايه؟ هيبقى قليل. طب الضغط اصلا كله بكام؟ الضغط بتاع الهواء كله يعني ايه ضغط الهواء؟ اللي هو ضغط الاتموسفيرك اللي هو انكلود ايه؟ غير ووتر فيبر. هيبقى ده نسبه هيبقى ده قيمته قليله ودوت هيبقى قيمته كبيره مش كده؟ يعني مثلا لو ده كله 100 كيلو باسكال طب ده مثلا 99 وايه؟ و7 من 10 كيلو باسكال وده الباقي. انا بقول مثلا فور اكزامبل. طيب الووتر فيبر دوت ضغطه قليل جدا. لو انت بقى رجعت بقى للثيرمودايناميكس هتكتشف ان ايه؟ عند الضغوط المنخفضه قوي ممكن تعامل الووتر فيبر كانه ايه؟ ايدل جاز. يبقى طبعا واحد يقول لي الووتر فيبر ده عمره ما يبقى ايدل جاز، فهتلاقي كل هنا كل الايكويشن بتاعتنا ايدل جاز. ده اسامبشن احنا هنقبله ليه؟ عشان الووتر فيبر اللي احنا هنتعامل معاه ضغطه قليل وعنده الضغوط المنخفضه قوي. لو انت بصيت هتلاقي تقريبا الووتر فيبر ده اقدر اعامله كايه؟ كايدل جاز، لان هلاقي مثلا الانثالبي هتبقى فانكشن في التمبريشر بس، تاثير البريشر ايه؟ ملوش لازمه. يبقى اسامبشن ان انا عامل الووتر فيبر كايدل جاز ليه؟ عشان ضغط الووتر فيبر بتاعي ايه؟ منخفض. يعني من هنا ورايح هنتعامل ان الووتر فيبر ايدل جاز والدراي اير هو اوريدي ايدل جاز كده، يبقى هو ده الجاهز والووتر فيبر هيبقى خلاص ايه؟ ايدل جاز. يبقى كل الايكويشنز بتاعت الايدل جازز هتبقى فاليد على الايه؟ على الووتر فيبر. فهنبتدي باول حاجه اللي هو دالتون لو. دالتون لو بيقول لي ايه؟ اللي هو بتاع الجاز ميكشر. لو انا عندي ميكشر بيتكون من كذا جاز يبقى الضغط الكلي بيساوي ايه؟ السميشن بتاع البريشر بتاع كل ايه؟ كومبوننت موجود فيه، يبقى اقدر اقول هو الضغط بتاع الدراي اير زائد الضغط بتاع الووتر فيبر. خلاص الووتر فيبر بقى انا هدي له رمز ايه؟ بي في وخلاص فهمنا ان البي في ده هيبقى قيمته ايه؟ قليله. طيب ده هيبقى اسمه ايه بقى؟ عشان ده مش كل جزء من البريشر فده اسمه بارشال بريشر اوف دراي اير وده هيبقى بارشال بريشر اوف ووتر فيبر. يبقى اي سبسكريبت ايه يبقى ده اسمه ايه؟ دراي اير. خلاص دراي اير وفي يبقى ايه؟ ووتر فيبر. حلو قوي. طب هو ادام هو ايدر جاز اقدر اطبق عليه الايكويشن اوف ستيت صح؟ كل واحد لوحده. يبقى في ايه في الفي بيساوي الام بتاع الدراي اير في الار في درجه الحراره. خلاص؟ كما لو كان الدراي اير والووتر فيبر بيحتلوا نفس الايه؟ الحجم ونفس درجه الحراره.
يبقى الحجم والتمبريتشر هيبقوا زي الاثنين مع بعض. اللي يختلف هيبقى هنا دوت ايه الناس بتاعت دراي اير ال طبعا دي اللي هي الايه الجاز كونستنت بتاع دراي اير برضو ودوت التمبريتشر بتاع الدراي اير. اتفضل. كان في حد عاوز احنا قلنا دكتور هنعمل كده مع الووتر فيبر عشان الضغط عنده قليل بس عند البريشر ماشي البريشر بتاع الاير بقى دراي اير دراي اير هو اصلا ايدي الجاز فهو مش محتاج اسامبشن مش الدراي اير ده اصلا جازز فهو انا ارتبع عليه يعني ده اصلا مش محتاج اسامبشن خلاص فده اصلا ده اكيوريت 100% انما ده مش هبقى اكيوريت بس هبقى مقبول مجرد الكويشن اللي بقى حاطينها في دماغنا عشان لو عاوزين ايه نعرف نتعامل ازاي. اتفضل. حلو. انت اكيد متاخر صح؟ طيب ليه بندرس سير ووتر فيبر؟ هو كميته صغيره بس بيأثر في ايه؟ في الهيومن كومفورت صح؟ لا في حاجات تانية كتير. في حاجات حد هندسيه في مثلا ابلكيشن بتاع الغزل والنسيج الصوف والحاجات دي كلها ساعات كتير قوي عشان الصوف او الغزل نفسه او الحاجات دي كلها او الانسجه المختلفه تبقى ليها ملمس معين فده بيتم عن طريق ايه ان انا يبقى عندي في رطوبه معينه ليها يعني مثلا لازم ايه احط الايه اعمل عمليه الغزل والنسيج دي في وجود هيوميد ايه كونديشنز عاليه يعني مثلا لازم تبقى في رطوبه معينه عاليه فهي عمليه الرطوبه دي بتخش في صناعات معينه يبقى انا محتاج ان انا اكون ايه جو معين يبقى فيه رطوبه عاليه عشان صناعه معينه بلاش عمليه التجفيف نفسها اللي هو بقى الايه بلح المجفف والعنب والزبيب والحاجات دي كلها ودي بتتم ازاي انت بتشيل منها الميه ازاي يبقى انا هعديها في ايه في هواء دراي بحيث ان الهواء لما تعدي على دراي اير بميكانيزم معين الموضوع مش سيمبل بس انا بحط ايه بحاول احقق كده ظروف مناخيه معينه عشان تسحب الرطوبه طبعا الاير كونديشننج ابلكيشن كلها لو الرطوبه عاليه قوي فانا اقدر اقللها خلاص او لو الرطوبه قليله انا اقدر اعليها عن طريق السبرينج والكلام ده بس زي بقول لك بيحصل ان انا يبقى عندي ابلكيشن انا عندي فيه ميه موجوده ونتيجه ظروف معينه فلما بيبقى في عندي جازز بتعدي على الميه زي الهواء فبتدي يبخر الميه خلاص يبقى منسوب المياه عندي بيحصل له ايه بيقل وانا المفروض المنسوب المياه عندي ما يقلش ابقى حافظ على مستوى معين يبقى اعمل ايه لازم محتاج اعرف معدل التبخير عشان لما المياه تقل اروح انا اعمل لها ايه معوضها ميك اب ووتر يعني لو عندي بي ايه المياه بتتبخر مثلا بايه مثلا سي مثلا 5 كيلوغرام في الساعه او 5 كيلوغرام في اليوم يبقى انا لازم انا اعوضها ببامب تديني برده 5 كيلوغرام في اليوم عشان المنسوب بتاعي ايه ما يقلش فهي موجوده في ايه في ابلكيشن كتير قوي خلاص احنا اتفقنا بقى كلمه مويست اير يعني دراي اير وايه ووتر فيبر او اير او اتموسفيريك اير كلهم ليهم نفس المعنى تمام طيب انا اقدر احسب بقى الكلام ده ولا لا لو حد عاوز يحسبه منكم اقدر احسب الار بتاع الدراي اير ولا لا اللي هو الار بتاع الار بار على المولكيولار ويت طبعا اللي هيطلع بكام ار بار بكام 8.314 والمولكيولار ويت بتاع الهواء 29 او 28.897 في الاخر يطلع 0.287 ماشي كيلو جول لكل كيلوجرام طب حد يقدر يحسب الار بتاعه الفيبر نفس الفكره برضه يبقى الار بار على المولكيولار ويت بتاع الميه بكام 18 لو انت عاوز تعرف خلاص احنا خلاص اتفقنا ان الايه الهواء بتاعي عباره عن ايه ميكشر من الدراي اير والووتر فيبر فبالتالي احنا بقى عاوزين ننسى كل البروبس اللي احنا كنا بنجيبها قبل كده ونحسب البروبس بتاعت الميكشر احنا كل اللي فات قبل كده كنا بنجيب ايه بروبس بتاعت الايديال جاز بس احنا هنضيف بقى عليها الايه الايفكت بتاع الماي خلاص فنبتدي بقى نتكلم على البروبرتس مويست اير لازم هتلاقي ايه في بروبرتس انا عارفها صح اللي هي الانثالبي السبيسيفيك فوليوم الحاجات دي كلها وفي حاجات جديده بقى احطها بتبين لي ايه
احنا وين ما خدنا اي بروبرتي بتبين كميه الميه قد ايه مش كده؟ يبقى انا محتاج ان انا احط بروبرتس جديده تبين لي كده اعرف من خلالها ايه والله رطوبه عاليه رطوبه قليله، زي مثلا ما تلاقي في الايه في النشر يقول لك والله الرطوبه مش عارف 80% 50% 40%، ما دي اسمها ايه؟ دي بارامتر جديد احنا بنعرفه عشان نقدر نحدد منه ايه كميه الرطوبه. فبالتالي هنبتدي نتعرف على شويه بروبرتس احنا وريد عندنا خلفيه منها، وفي حاجات جديده هنبتدي ايه نضيفها. اول بروبرتي عندي حاجه اسمها ايه دراي بالب تمبريتشر، طبعا اديها دي بي تي. يعني ايه دراي بالب تمبريتشر؟ دراي بالب تمبريتشر بالب يعني ايه؟ اللي هي البالب بتاعت الثرمومتر اللي انا بقيس بيه درجه الحراره. فمعنى ان البالب بتاعتي دراي يعني ايه؟ يعني انت اوريدي اكنك جايب الترمومتر كده وبتشوف درجه وبتقيس درجه حراره الجو، يعني انت عندك الهواء وبتقيس درجه حرارته، يعني تعتبر ان هي دي الاوردينري تمبريتشر اللي احنا كلنا عارفينها. النهارده درجه الحراره كام؟ مثلا 15 20، يبقى هي دي درجه حراره الجو، يبقى هي دي دراي بالب. يبقى الدراي بالب تمبريتشر هي درجه الحراره اللي احنا عارفينها اللي هي الاوردينري العاديه خالص اللي انا بقيسها لو الترمومتر بتاعي ايه دراي. خلاص يبقى دي اول بروبرتي احنا محتاجين نتعرف عليها، هم 8 فاحنا هناخد واحده واحده. يبقى اول واحده اللي هي دراي بالب تمبريتشر. خلاص في حاجات انا بقدر احسبها وحاجات اوريدي ما بتتحسبش، دي ما بتتحسبش، دي بتت ايه بتتقاس، هو في جهاز بيقيسها وبالتالي بتبقى افيلبل معانا، يبقى دي ما فيش حاجه ما بنحسبهاش بيها. تاني بروبرتي خلاص حاجه اسمها ديو بوينت تمبريتشر. طبعا انا بقى دي بي تي برضه، بس انا بي غير ايه غير بي. طيب ديو بوينت تمبريتشر اللي اسمها ايه بالعربي بقى؟ نقطة الندى. يعني ايه نقطة الندى؟ درجة الحرارة اللي بيبتدي عندها الووتر فيبر اللي موجود في الجو يحصل له كوندنسيشن لو بردناه عند ضغط ثابت. خلاص؟ الديفينيشن ده كله مكتوب عندك ما تقلقش. يبقى هو عبارة عن درجة الحرارة اللي بيحصل عندها الووتر فيبر ستارت تو كوندنس اف ات ووز كولد ايه؟ ات كونستنت بريشر. يبقى بالتالي انا عندي في ووتر فيبر موجود في الجو، هو حالته ايه؟ هو الووتر فيبر ده يا اما سب كول مش كده؟ يا اما ساتوريتد ليكويد، يا اما ويت، يا اما ساتوريتد فيبر، يا اما سوبر هيتد. دلوقتي في الوضع بتاعنا هو ايه حالته ايه؟ انت شايف الميه؟ خلاص؟ شايف الميه ولا مش شايفها؟ مش شايف حاجه، ده ايه ايه؟ سوبر هيتد فيبر مش كده؟ اول ما يبتدي بقى ايه؟ لو انا بردت دلوقتي الووتر فيبر يتكسر يتكسر شويه شويه لحد ما يوصل درجة حرارة الووتر فيبر اللي في الجو يحصل لها ايه؟ لغاية ما يحصل كوندنسيشن. اول ما يبتدي كوندنسيشن هي دي ديو بوينت تمبريتشر. وبتعرفها ازاي؟ انت دلوقتي تطلع ايه؟ حاجة ساقعة من الثلاجة. خلاص؟ ودلوقتي السطح بتاع الكان بتاع الحاجة الساقعة قليل قوي مش كده؟ طب وعندي الايه؟ اول ما الهواء يبقى ان كونتاكت مع الكان دي فهيحصل ايه؟ هيبتدي يحصل ان يقول لك شبرت، صح؟ شبرت دي يعني ايه؟ خلاص بقى حصل كوندنسيشن للووتر فيبر. ليه حصل كوندنسيشن؟ عشان درجه حراره السطح بتاع الكان اقل منين؟ من الديو بوينت تمبريتشر بتاعت الهواء. يعني الهواء كده بيبقى ليه حاجه اسمها ديو بوينت تمبريتشر. هنعرف نحسبها ازاي؟ لو السطح بتاعي درجه حرارته اقل من الديو بوينت يبقى بالتالي ده هيخلي الايه؟ الووتر فيبر اللي موجود في الجو يتكسر. يبقى بالتالي الديو بوينت تمبريتشر هي درجه الحراره اللي بتيجي عندها الووتر فيبر يحصل له كوندنسيشن لو حصل تبريد للووتر فيبر ده عند ضغط ايه؟ دي ساتوريشن تمبريتشر. يبقى دي ساتوريشن تمبريتشر عند الضغط بتاع الووتر فيبر. عشان نفهم الموضوع اكتر لو انا عاوز امثله بقى على الفي في دايجرام. طيب او تي اس اس دايجرام. دلوقتي هو تي اس دايجرام ده بيترسم لمين؟ عشان بس نبقى فاهمين عشان الناس ما تعكش الدنيا. ولا الهواء بتاع الميه صح؟ يبقى دوت بتاع الميه. يبقى انا دوت ملوش اي علاقه بالايه؟ بالايه؟ بالاتموسفيريك. يبقى انا لما برسم التي اس دايجرام انا برسمه عشان مين؟ عشان الوتر فيبر. خلاص؟ طيب يبقى دوت التي اس دايجرام. لو انا عاوز ارسم خط كونستنت بريشر شكله عامل ازاي؟
ده كده ضغط الووتر فيبر اللي في الجو. المفروض قيمه الضغط الووتر فيبر ده هيبقى قد ايه؟ احنا قلنا قليله اللي هي تبقى حوالي كام؟ احنا قلنا مثلا 1 من 10 2 3 من 10 كيلو باسكال مثلا يعني. حلو، ده ضغط الووتر فيبر. طب درجه حراره الووتر فيبر قد ايه؟ اللي هي نفسها دي اللي هي الدراي بال مش كده؟ ما درجه، خلي بالك ده ميكشر، درجه حراره الدراي اير ده درجه حراره الووتر فيبر هي نفسها درجه حراره الميكشر. يعني هنا مفيش فرق بينهم كلهم، كلهم نفس درجه الحراره اللي اسمها ايه؟ الدراي بال تمبريشر. يبقى انا لو عاوز اعمل كده ادي التي مع البي، يبقى انا حددت الست بتاعه الهواء. يبقى انا الكونديشن بتاعه الهواء عند التي ميكشر اللي هي التي بتاعتي وضغط الووتر فيبر، يعني دي الكونديشن بتاع الايه؟ واحد. ده اسمه الكونديشن بتاع الووتر فيبر اللي موجود في الجو. وفي الحاله دي تبقى تي واحد هي نفسها الدراي بال تمبريتشر. طيب لو انا بقى عاوز احدد فين الديو بوينت، احنا قلنا ايه الديفينيشن؟ لو ابتديت تبرد الايه الووتر فيبر عند ضغط ثابت، يعني انا بتحرك عند نفس الضغط، يبتدي يحصل كوندنسيشن صح؟ هيبتدي يحصل كوندنسيشن فين بقى؟ عند النقطه بتاع فين؟ هنا. طيب عشان ده اسمه ايه؟ فيبر. يبتدي يحصل الكوندنسيشن، يبقى هي دي الديو بوينت. عند انهي درجه حراره في دي بقى؟ هتبقى اسمها ايه؟ ساتوريشن. يبقى دي بوينت اللي هي ستيت كام؟ لو انا سميتها 3 يبقى تي 3 هي الديو بوينت، وتي 1 دراي بالب تمبريتشر. وتبقى دايما تي 1 اكبر من تي 3. يبقى تي 1 هي الدراي بالب وتي 3 هي الديو بوينت. ولو عاوز حد منكم يحسبها يحسبها ازاي؟ يعني لو انا اديتك كده قلت لك احسب لي الديو بوينت تحسبها ازاي؟ هي ساتوريشن تمبريتشر عند ضغط الووتر فيبر. يبقى انت لازم تقول لي ايه؟ اديني ضغط الووتر فيبر الاول وانا ادخل الجدول اقدر اجيب تي ساتوريشن. يبقى معنى كده اقدر اقول ان تي 3 هي تي ساتوريشن عند ضغط الووتر فيبر بتاعي. لو انت ما تعرفش ضغط الووتر فيبر يبقى عمرك ما هتعرف تجيب الايه؟ الديو بوينت. طيب ممكن الاثنين يساوي بعض صح؟ تي 1 تبقى زي تي 3؟ ممكن امتى؟ افرض واحد دي واحد عند 3، لو هي واحد اصلا مكانها عند 3 يعني ايه واحد مكانها عند 3؟ يعني كاتب يعني يا دوب اول ما تيجي تبرد الجو يحصل تكثيف على طول، الهواء مشبع. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هديك مثال، كل ما الاثنين دول يبعدوا عن بعض ليه؟ لو الرطوبه بتاعت الجو قليله خلاص؟ الرطوبة بتاعت الجو ايه؟ قليلة. يعني هو مش مشبع. هيبقوا بعاد عن بعض. لما لو هو اصلا خلاص مشبع، الهواء مشبع بالمية. فأول ما تيجي تبرده يعني هو خلاص ايه في كمية مية كتير قوي، أول ما تيجي تبرده يحصل ايه؟ تكثيف على طول. فبالتالي ممكن تي واحد تبقى بتساوي تي ثلاثة في حالة لو الهواء بتاعي ايه؟ مشبع. ساتوريتد. لو الهواء بتاعي ساتوريتد، هيبقى النقطتين دول متفقين على بعض. بس احنا دلوقتي بنتكلم ان جنرال هيبقى تي واحد دي اكبر من مين؟ من تي 3. هنرجع للقصه دي بالتفصيل برضه، امتى بيساووا بعض؟ هنرجع لها بالايه؟ بالتفصيل. المهم فهمنا الدراي بالب ايه بقى؟ درجة حرارة الجو العادية. لو انا بقيسها بايه؟ باوردينري ترمومتر. ودي بوينت درجة الحرارة بيحصل عندها الووتر فيبر بيحصل له كوندنسيشن، لو بردته عند ضغط ثابت، يعني بردته يعني بنزل بايه؟ بدرجة الحرارة عند نفس البريشر، فابتدي يحصل له كوندنسيشن عند اكس بكام؟ بواحد. يبقى تي 3 هي الديو بوينت اللي هي تي ساتوريشن عند ضغط الووتر فيبر. ماشي؟ يعني هو ايدي الجاز ولا عامله مين ده؟ الفيبر. احنا بنتعامله كانه ايدي الجاز. طب ليه ما انا لازم اوريك. لا انا بفهمك ايه الكونديشنز، بفهمك الوضع. انا اوردر جيت اجيب تمبريتشر عند البريشر دخلت على ستيت جيت تجيب ايه؟ ساتوريشن تمبريتشر. تجيب الساتوريشن دخلت على ستيت وانا بتعامل معاه ان هو ايديال. طب وانت هتجيبها منين؟ هو في حاجه اسمها ايكويشن للتي ساتوريشن؟ لا. طيب مش كل حاجه بقدر اجيبها بالايكويشن صح ولا لا؟ براحتك. احنا قلنا ده اسامبشن مقبول، يعني انا بديك القصه ان انت تتعامل مع حاجه اوريدي سهله، يعني هي ايه هي اوريدي. الاسامبشن ده مش غلط، الاسامبشن ده صح 100%. بس ما ده الشارع انت. طيب
يعني زي ما هنشوف دلوقتي انا هقول لك ايه لما نيجي نكتب طالبي هنحسبها بمعادله ولو عاوز تجيبها من الجدول هتجيبها هيطلع تقريبا زي بعض فانا لما بدي لك روح يعني انا لما بدي لك ده من ايه زي اللمبه كاباسنس اللمبه كاباسنس دي يعني صعبه ده اسهل بكتير منين من الشارت انا بدي لك رخصه ان انت تستخدم حاجه عشان اسهل والمجهود اللي انت هتبذله في الشارت لا يستدعي في هذه الحاله يعني في الحاله اللي الاسامبشن فيها متحققه ما يستدعيش ان انت تبذل مجهود اكتر منين من لازم وفي الاخر انت توصل لنفس النتيجه او نتيجه قريبه جدا منها. ثالث حاجه اسمها ويت بالب تمبريتشر. ويت بالب ايه تمبريتشر يعني ويت مبلل صح؟ طيب فمعناها ويت بالب يبقى البالب ايه؟ عليها ميه مبلوله بالميه يعني فهي درجه الحراره اللي بيقيسها الايه؟ الترمومتر بتاعي لو عليه ويك لايك ماتيريال يعني ويك لايك ماتيريال كوتون ماتيريال او حاجه زي كده قطنه يعني خلاص؟ كلها مليانه ميه يعني دايما ايه؟ مشبعه بالميه فبالتالي هنا ايه؟ دايما في سورس من الميه بحيث ان دايما البالب مالها؟ مشبعه فالهواء لما يجي يحصل ايه بقى عليها؟ هيحصل ان الهواء فيه رطوبه الهواء مش مشبع واحد دلوقتي مش مشبع بالميه جه لقى ميه اكن واحد عطشان فعاوز يشرب فيعمل ايه؟ يحصل ديفيوجن للووتر فيبر ناحيه الجو فهنا ده حصل ماس ترانسفير مش هي ترانسفير بقى حصل ايه؟ ماس ترانسفير تمام؟ فبالتالي هنا الماس ترانسفير دوت ايفابوريشن حصل فيه جزء من المايه اتبخر تمام؟ جزء من المايه اتبخر نعم؟ نتيجة الماس ترانسفير فرق التركيز يعني الهواء فيه ووتر فيبر ولا لا؟ فيه ووتر فيبر مش كده؟ بس الهواء مش مشبع بالووتر فيبر الرطوبة بتاعتي 50% 10% 30% وات ايفر وهنا كله ميه فبالتالي الهواء لما يعدي على الميه يبتدي يحصل عمليه ايه؟ تبخير للمولكيول خلاص؟ زي ما انت بتتكلم لو انت مثلا جبت القميص بتاعك وحطيته على المروحه شويه عشان ايه؟ عاوز القميص ينشف هو القميص نشف ليه؟ الهواء لما عدى بسرعه كده ابتدى ايه؟ يبخر في الميه شويه هو كده كده الهواء هيبخر الميه اللي في القميص صح؟ بس السرعه تعمل عمليه الايه؟ عمليه التبخير دي بسرعه مش كده؟ يبقى في فاكتورز هنا بتاثر يبقى هنا ده مش نتيجه فرق الايه؟ فرق التركيز. طيب فدلوقتي لما المايه اتبخرت درجه حراره المايه دي حصل لها ايه؟ هم في الوضع الاول حتى لو نفس درجه الحراره يحصل عمليه الايفابوريشن وانا بقول لك ايفابوريشن نتيجه الماس ترانسفير نتيجه فرق التركيز هتتغير نتيجه العمليه دي هيحصل تغيير يعني هو في الاول ممكن ما يبقاش فيه فرق درجات حراره يعني الميه والهواء نفس الايه الدرجه اوكي فاول ما الهواء يعدي على الميه يحصل بقى ان الميه بتاعتها هتتبخر جزء منها هيتبخر مش كلها جزء من الميه يحصل له ايه تبخير نتيجه عمليه التبخير دي فيحصل ان درجه حراره الايه الميه هتقل شويه خلاص كانها ايه من الاخر كده كان لو احنا قسمنا كده الحته دي في طبقه اتبخرت وطبقه ما اتبخرتش صح كانك انت بالظبط كده ايه واحد انا كنت لابس جاكيت وقلعته صح احس بايه ان انا بردت ففي طبقه كده اتبخرت الطبقه اللي اتبخرت دي خلاص يبقى انا كده سحبت الليتنت هيت بتاعتي فبالتالي حصل ان درجه حراره الميه ايه قل فاصبح هنا في فرق درجات الحراره فيحصل ايه هيت ترانسفير يعني هنا بيحصل ايه كومباوند ماس ترانسفير اند هيت ترانسفير مش هنخش بقى في الميكانيزم لان ده مش وضعنا احنا هناخد اصلا الماس ترانسفير في الهيت ده الترم الثاني بس انا بتكلم على ايه ان نتيجه عمليه الايفابوريشن دي فخلت درجه الحراره يحصل لها ايه تحت الميه نتيجه عمليه التبخير الميه اللي اتبخرت دي فبالتالي بتخلي درجه حراره الميه بتقل ودرجه الحراره المتقاسه بقى هيبقى اسمها ايه
وات بار تمبرشر درجه حرارتها اقل ولا اكبر؟ كده اقل لان درجه حراره الماء اقل. يبقى الوات بار تمبرشر دي اقل منين؟ من اقل من الدرايف. خلاص اقل من الدرايف. طب هو اصلا الهواء لما بيعدي على القطن المبلوله دي بيعمل ايه؟ بياخد شويه ميه، بيبخر الميه فبيحصل له ايه؟ بيتشبع. خلاص هو قاعد يبخر في الماء لغايه ما يتشبع، فمش هيقدر ياخد اكتر من كده. يعني ايه درجه الحراره بتثبت؟ بتثبت ليه؟ لانه هو خلاص هو قاعد خد الميه لغايه ما يتشبع، مش هياخد اكتر من كده، فبيحصل عمليه ايكوليبريم بقى. يبقى هو ابتدي يبخر في الماء لغايه ما يتشبع. طيب لو احنا بقى عاوزين اوريك بقى درجات الحراره كلها مع بعض اللي هم ايه؟ الدراي والويت والديو بوينت. ما احنا خلاص عارفين الايه؟ عارفين الدراي والايه؟ والويت. انا بقى انت اللي ترسم لي فين الديو، فين الويت؟ سوري ده الدراي وده الديو بوينت. فين الويت بقى؟ طب ازاي؟ على نفس الضغط؟ عند نفس الضغط. طيب هي في النص، كلامكم صح، بس هو ليه انتوا قلتوا في النص اصلا؟ طب سيبك من في النص ولا انا اعتبر ان انتوا عارفين. طب هو عند نفس الضغط؟ المفروض ان الماس اتغيرت بتاعت الووتر، فالبرشر بتاعها زاد. حلو، زاد ولا اقل؟ زاد. زاد ليه؟ بالظبط. هو الهواء لما عدى على الووتر فيبر عمل ايه؟ حصل عمليه ايفابوريشن، فالهواء خد ميه. يعني الهواء كان فيه كميه ميه معينه، ما كانت الرطوبه 60% ولا 50%، فلما عدى على الهواء بخر شويه، فبالتالي الرطوبه بتاعته هتعلى. يعني الكونتنس بتاعت الووتر بيبر حصل لها ايه؟ زادت. يبقى الماس بتاعت الووتر بيبر زادت، يبقى الضغط بتاع الووتر بيبر زاد، يبقى بالتالي كده الضغط بتاع الووتر بيبر هيبقى اعلى. صح ولا لا؟ طيب وايه اللي حصل لدرجه الحراره؟ نعم؟ هو الهواء دلوقتي عدى على الووتر بيبر، خلاص؟ الهواء فيه كميه ووتر بيبر ولا لا؟ حلو قوي. اللي هو الضغط البي في ده، ده الهواء هو لسه جاي من بعيد، اللي انا بقيسه بالايه؟ بالدراي بالك. يعني الهواء دلوقتي ايه؟ يعني ادي كده الهواء، لو انا جاي في الفري ستريم بقيسه بترمومتر عادي، فبقى ليه درجه حراره اللي هي التي اللي هي الدراي بالك، والضغط بتاعه اللي هو ضغط الووتر بيبر اللي احنا راسمينه ده اللي هو ده. طيب لما الهواء بقى يجي يعدي هنا هيبخر الميه، فهياخد شويه ميه معاه، يبقى الكونتنس بتاعت الووتر بيبر اللي في الجو يحصل لها ايه؟ هتزيد. نعم؟ ماشي. ما اوكي، ما هو يحصل الاثنين، ما هو ضغط هيعلى وتمبريتشر هتقل. لا انا قصدي ان الماس زاد قال زاد عشان مش قال، فالبريشر ممكن البريشر ده جاي نتيجه الموليكيولز. كل ما الموليكيولز في نفس المكان، كل ما الموليكيولز تزيد يبقى الضغط بتاعها يزيد، ملوش علاقه بدرجه الحراره ده. لا ما تاخدش الموضوع بالايكويشن. يعني الام زاد انا عندي مكان والمولكيولز في المكان ده زاد، الماس بتاعتها زاد، يبقى الضغط يحصل ايه؟ هيزيد. ماليش دعوه بالايكويشن. نعم؟ انا اللي اسالك، يس اصبر عليا وانا اسالك السؤال ده بس في دقيقه في وقتها. خلينا بس متفقين الضغط هيزيد ولا لا؟ مش كل حاجه لازم ارجع لي الايكويشن، هرجع ارد عليك تاني بحوار الايكويشن ده بس اصبر عليا. يبقى نتيجه ان الهواء، انا دلوقتي الهواء كان فيه كميه ووتر بيبر، جه على الايه؟ الووتر بيبر اللي موجود او الميه اللي موجوده، فبخر جزء منها، فهو شال الميه، فالضغط بتاع الووتر بيبر قل زاد، ودرجه الحراره قلت نتيجه الديفيوجن اللي حصل اللي احنا قلناه. يبقى انا دلوقتي عند ضغط ايه؟ اعلى، يبقى الضغط بتاعي هيبقى اكبر، هيبقى ده بي في كام؟ لو احنا هنقول الوت بالب دي هسميها تي 2، يبقى الضغط ده بي في كام؟ 2، مش كده؟ حلو قوي. ودرجة الحرارة تي 2 أقل من تي 1. طب حد بقى يقول لي فين مكانها؟ هو الهواء لما بخر المية قعد بخرها لغاية ما إيه؟ ما تشبع. يبقى نقطة 2 دي لازم تكون إيه؟ على الساتوريتد لاين. يبقى على اللاين ده وعلى الضغط الجديد يبقى في نقطة 2 اهي. يبقى نقطة 2 عندها الاكس بكام؟
بواحد. ده بالنسبه لبخار الميه، وبالنسبه للهواء كله يبقى الهواء في الحاله دي ساتوريتد، يعني الرطوبه بتاعته كام؟ 100%. هنيجي للرطوبه دي بعدين. المهم ان 2 دي عندها الضغط بتاعي اللي هو بي في 2 اللي هو اعلى من بي في 1 نتيجه الايه؟ بي في 2 اعلى من بي في 1 عشان الايفابوريشن، وفي نفس الوقت هو اتشبع بالايه؟ بالووتر فيبر، فبالتالي وضع الووتر فيبر هنا ساتوريتد، يبقى من 1 ل 2 بالمنظر ده، ومن 1 ل 3 بالمنظر ده. من 1 ل 3 نفس الضغط، من 1 ل 2 الضغط بيزيد ودرجه الحراره بتقل. يبقى نكتب كده ان جنرال ان تي 1 اكبر من كام؟ من تي 2 اكبر من تي 3، يعني الدراي بالب بتبقى ايه؟ اكبر من الويت بالب، اكبر من الديو بوينت تمبريتشر. ما ده تي 1 دي الدراي، ودي 2 دي الويت، ودي 3 هي الديو بوينت. واضحه؟ انت بقى كنت بسأل سؤال ايه؟ انا بقى اسألك السؤال دلوقتي، لما الهواء بتاعي الرطوبة فيه تبقى عالية قوي، فلما هيعدي على اللي هي البالب اللي عليها الترمومتر اللي عليه قطنة مبلولة دي، هيبخر كتير ولا قليل؟ يبقى ديبند على ايه؟ كونديشن بتاعت الهواء. يبقى الهواء لو الرطوبة فيه عالية يبقى درجة الحرارة دي هتقل ايه؟ هتبقى مثلا هنا دي دي واحد، فهتقل حبة صغيرين. لو الهواء دراي هيبخر كتير فيقل جامد، وانت كل ما تبخر اكتر كل ما المية ايه اللي موجودة في الفوتو الماتيريال دي هتقل جامد. يبقى بالتالي الديفرنس ما بين تي واحد ودي اتنين ودي تلاتة، الديفرنس ده بيعلى حسب كونديشنز بتاعت الهواء. لو هي الهواء دراي، كل ما الهواء يبقى فيه رطوبة عالية كل ما التلاتة ايه بيقربوا من بعض. امتى التلاتة يبقوا زي بعض؟ هو انا مش انا لما اتحرك من واحد مش كده بتحرك من واحد لاتنين وكده بتحرك من واحد لتلاته؟ طب لو انا اصلا على الوضع ده، لو انا اصلا على الساتوريتد لاين، انا مش فاهم كده من اول ما يعني ما دخلنا في بي 2. انا فاهم بس ان البريشر زاد ليه عشان الفلوس زادت بعد كده بقى ما بيجي. هو انا قلت ايه بعد كده؟ انا مش عارف حضرتك رسمت على طول. الرسمه اللي احنا رسمناها دي انت ما شفتش الترمومتر قبل كده؟ اهو دي بقى ماشي. ما البالب اهو ويت عليها ميه. ماشي. ايوه ما انا بقول لك انا بقيس درجه لو هو ويت، انا بعرف بروبرتي جديده للهواء. بالظبط. ما هو ده بيمثل درجه حراره الهواء برضه، بس مش الدراي، اسمها الويت بالب تمبريتشر الاير. ده بيديني انديكيشن على الرطوبه. يعني انا بروسس كده انا بعملها من نفسي. يعني ايه بعملها من نفسي؟ انا بقيس درجه حراره معينه كده انا تخيلتها عشان اعرف لو الفرق بينها وبين الدراي عالي يبقى معنى كده ان في رطوبه عاليه. ما هو لما يبقى فرق بينها وبين الدراي بالب كبير معناها ايه؟ معناها ايه؟ الويت بالب والدراي بالب. لو الفرق كبير معناها ايه؟ ماشي رطوبه عاليه؟ لا قليله. قليله عشان هو كان دراي فلما عدى على الميه بخر جزء كبير قوي فحصل ان درجه الحراره قلت جامد. فهو من الاخر كده الويت بالب بحد ذاتها ملهاش معنى. او مش ملهاش معنى، ملهاش فايده لوحدها. انا عاوزها عشان مين؟ عشان اعرف رطوبه الهواء بعدين. الرطوبه بتاعتي هتبقى 10% ولا 60%؟ هو ده اللي هيديلي انديكيشن معين. كل عشان كل ما يبقى الفرق ده، انا هجيب ايكويشن بقى تربط الاثنين مع بعض. كل ما الفرق بين الويت والدراي ده يعلى يبقى انا كده فهمت ان الهواء بتاعي كان رطوبه قليله فلما جه عدى على الووتر فيبر بخر جزء كبير منه. هي تمبريتشر جديده هدفها ايه؟ يساعدني عشان احسب الهيوميديتي. بس هي احد البروبرتيز بتاعت الهواء. تعتبر بروبرتيز للهواء ليه؟ ما هي مش درجة حرارة الهواء العادية، عشان هي العادية دي اللي هي دراي، بس هي بروبرتي للهواء بتساعدني عشان اجيب بقية حاجات تانية. دكتور لازم الويت لازم تبقى طبعا، عشان انا بقول لك الهواء بيعدي على المايه فيبتدي يبخر.
ما دي حاجه انا بخلقها عشان اعمل كده، انا اللي بوصلها. يعني هي مش ايه، مش بروسس بتحصل في الطبيعه، انا اللي بعمل كده، انا اللي بخلق البروسس دي، انا اللي بوصل الهواء للساتوريشن عشان لما تتقاس اعرف اجيب الريليشن ما بينها وبين الدراي، اقدر اجيب المومنت. يعني هي مش مثلا مش بروسس بتظهر لي واحل مساله بيها، لا ده انا اللي بوجد الكلام ده، انا اللي بعمل الكلام ده، بخلي كميه الميه كبيره عشان اوصل الهواء للساتوريشن. لا هو الاكس دي مش خاصيه للهواء، ده خاصيه للووتر فيبر. يعني ايه خاصيه للووتر فيبر؟ يعني انا دلوقتي الهواء مشبع، يعني معناه ايه؟ ان الووتر فيبر الكونتنس اللي موجوده في الجو ده لو جيت بردته ثاني، يعني لو جيت بردته ربع درجه هيبتدي يحصل تكثيف. فين الكونديشن على التي اس دياجرام اللي بيبتدي عنده يحصل كوندنسيشن؟ ازاي عمليه الكوندنسيشن بتتم من بدايه اكس بواحد؟ ارجع بقى للايه، للووتر فيبر. اي ووتر فيبر بتدي تكثف امتى؟ لما يبقى ساتوريتد فيبر. غير كده لا، لو هو سوبر هيتد يبقى محتاج تبرده تاني. انتوا بتحاولوا تخشوا كده في قصص غريبه، فمش فاهم يعني ايه، بتجعلصوا الموضوع اكتر من اللازم. طيب اللي مش فاهم بقى، اللي انت مش فاهم ليه عشان نعدي الحته دي. ماشي، هو بعد البريشر ده انا بشرح لك يعني ايه والبالب تبريتشر. الكيس دي انت فاهمها ولا مش فاهمها؟ لما الهواء عدى على الووتر فيبر، فبالتالي حصل ان الهواء شال الميه اللي موجود في القطنه، وضغط الووتر فيبر زاد. فمعنى ضغط الووتر فيبر زاد، فاصبح البي في بتاعه علي. فانا رسمت دلوقتي ده الووتر فيبر اعلى من الاولاني. الاولاني ده لو كان ايه؟ البالب بتاعتي دراي وبيقيس درجه حراره الجو العاديه. فكان في كونتنس للووتر فيبر معينه بضغط معين. الضغط ده هيعلى نتيجه زياده الماس بتاعه الووتر فيبر. فلما الماس عليت الضغط عالي. طيب يبقى انا عرفت الضغط بتاع الووتر فيبر. طيب 2 دي بقى وضعها فين؟ يعني انا دلوقتي هو الهواء بقى الضغط بتاعه بي في 2، وايه الثاني حصل؟ لما حصل ايفابوريشن للميه كلها بقى الهواء بتاعي ماله؟ ساتوريتد. ساتوريتد يعني الووتر فيبر خلاص مخلي الهواء ساتوريتد. يبقى الووتر فيبر فين الوضع بتاع الساتوريتد فيبر؟ عند اكس بواحد. عشان كده نقطه 2 جبتها عن طريق انترسكشن ما بين ايه؟ اكس بواحد مع الضغط الجنيه. بس. فانا بوريك بقى هنا الثلاث ايه؟ ثلاث درجات حراره. كده الكلام ده مش بحل، الكلام ده مش هتحل بيه حاجه. ده ولا هتستخدمه في الحل اصلا. ده انا هنا بفهمك ايه معنى الفرق بين الثلاثه. يعني نمسح كل السجل ده؟ ده تي واحد اللي هي دراي، وتي 2 الويب، ودي 3 دي بوينت. ده اكبر من ده اكبر من ده. كمل. الويب بص الموضوع بسيط. ويب يعني بتقيس درجه حراره الجو، الهواء والبالب مبلوله يبقى دي ويب. دراي يعني الوطه دي مش موجوده. بس موضوع ابسط مما يكفي. يعني الكمبيوتر شغال لحد لما توصل للدراي وكده اعرف ان الوطه خلاص. ايه ان الدراي دي لو انا بقيس درجه حراره الجو بالترمومتر عادي خالص، ولا قطنه ولا غير قطنه. عمليه الايفابوريشن اوريدي بتقلل درجه الحراره، الحراره مش راجعه تعلى. اوكي؟ حتى لو القطنه كلها نسبه. بدا يمشي. فخلاص حصل ديكريس في درجه الحراره. عشان الاسئله الكثيره اللي احنا محتاجينها. طيب رابع حاجة، الريلاتيف هيوميديتي اللي هي الفاي، الرطوبة النسبية، ده عبارة عن الريش ما بين الاكشوال ماس في ووتر فيبر. اصبر بس، لا الريش ما بين الاكشوال ماس في ووتر فيبر على الماس بتاعت الووتر فيبر ريكوايرد تو بروديوس ساتوريتد اير. يعني الهواء دلوقتي شايل قد ايه ميه؟
3 جرام خلاص. الهواء ده شايل قد ايه ميه؟ 3 جرام. اقصى حاجه يشيلها الجو عند نفس درجه الحراره 5 جرام، يبقى هو يقدر يشيل يتحمل ميه لغايه 5. النسبه ما بين الاثنين دول هي الرطوبه النسبيه، يبقى هي الميه اللي شايلها الماس بتاعت الوتر ويبر اللي موجوده في الجو في الوضع الحالي على اقصى حاجه يقدر يشيلها عند نفس درجه الحراره اسمها الام في اس، اللي هي الماس بتاعت الوتر ويبر ريكوايرد تو بروديوس ساتوريتد اير. خلاص؟ دي اقصى حاجه بتيجي عند الساتوريتد؟ اه بس عند نفس درجه الحراره. هو الرقم ده بيتغير لكل ضغط؟ لكل درجه حراره. انا اللي بحسبها يا دكتور ولا انت؟ طب ما انا اكمل كده، انتوا مش لازم تصبروا عليا والله. ما انا اصلا شايف مش عارف، بس يعني بس انا يعني بحس ان انتوا الموضوع بيبقى سهل وانتوا بتحاولوا بقى ايه تسالوا اسئله كده عميقه يعني. نعم. انا بديك اكزامبل. بيقول يا فاروق الشخص ده بيقول ايه؟ هتقول هنا دي 2 ونص ايه بس؟ هو بيقول ايه؟ حد رد عليا. احنا اتفقنا ايه في الاول؟ ان كميه الوتر فيبر اللي في الجو مالها قليله قوي صح؟ يبقى هي في حاجات كتير قوي ملهاش اي تاثير، بس في بعض الابلكيشن تاثيرها موجود رغم ايه؟ رغم كميتها الصغيره. واتفقنا بتحس بكميتها الصغيره دي في ايه؟ زي بقول لك كده في الايه؟ في الصيف والشتاء في الجو في الهيومن كومفورت بتاعي، لما بتلاقي الجو الهواء رغم ان كميه الوتر فيبر دي مش كبيره، بس لما بتعلى بدرجه معينه بتحس ان الايه؟ الرطوبه عاليه، فانت محتاج بقى تعالج القصه دي. او العكس صحيح، لو قلت قوي فبتلاقي ايه؟ يبقى انت بتتكلم ان بتطلع شويه وبتقل شويه، بس شويه اللي بتطلعهم او تقللهم دول بتاثر عليك، بتاثر على الهيومن كومفورت. ده حاجه. واتفقنا نتيجه بقى الابلكيشنز المختلفه اللي احنا قلنا عليها، يعني لو انا عندي مثلا حاجه ابلكيشن بستخدم فيه ميه ومنسوب الميه ده عمال يقل نتيجه الايفابوريشن، فانا محتاج اعوضه، فهي كميه صغيره بس بتاثر عليا. انا لما بقول لك 3 جرام و5 جرام انا بدي لك مثال عددي مجرد عشان تبقى فاهم الموضوع، مش لازم يكون ده فعلا الاكشوال ايه فاليو. لان هو اصلا ايه؟ مفيش حاجه اسمها 3 جرام. 3 جرام ده فين؟ 3 جرام ده ديبند على الفوليوم. فانا ما اقدرش اصلا احسب الام في ولا الام في اس، ما اقدرش احسبه. انا ما اقدرش ايه؟ احسبه، لان احسبهم بناء على فوليوم، وانت عارف ايه الفوليوم بقى؟ كل واحد ممكن ياخد فوليوم مختلف. يبقى هم اصلا انا ولا بحسب ام في ولا بحسب اصلا ام في اس. ممكن اخد فوليوم صغير واعمل انتجريشن؟ ايه يا جماعه؟ لا ماشي، هو احنا ممكن نبصر على الدنيا اكتر من كده بكتير. هو احنا مش احنا ممكن دلوقتي اتبعنا ان هو ايديال جاز، فممكن نشيل بقى الكلام ده دلوقتي البي والتي، بس يبقى ده الكلام بيساوي ايه؟ هتشيل الام بايه؟ يلا هتشيل ايه؟ الام بتساوي بي في على ار تي كده؟ مره ام في ومره تخليها ايه؟ ام في اس؟ يبقى في الاخر هتطلع ايه؟ بي في على بي بي اس؟ بس كده كله هيطير. يبقى الموضوع كله ايه؟ هجيب ضغوط بقى. يبقى انتوا اصبروا بس عليا، ما تحاولوش تكلكعوا الدنيا. يبقى انا لو جبت الضغط الوتر فيبر وجبت الضغط الوتر الضغط المشبع، يبقى انا جبت الرطوبه النسبيه. ادي نفس درجه الحراره هنقسمها دلوقتي اهو، ادي البي في، بس طبعا مين اعلى؟ بي بي اس، لانه ده اكبر كميه يقدر يشيلها من الميه، فبالتالي يبقى اكبر ضغط. الاثنين عند نفس ايه؟ درجة الحرارة اهو، ادي البي في وادي البي بي اس وادي درجة الحرارة بتاعتي، اللي هي ايه بقى درجة الحرارة دي؟ الدرايفر. يبقى الريشيو ما بين البي في على البي بي اس هي دي الرطوبة بتاعتي. طيب هتقول البي بي اس تجيبه ازاي؟ مش ده ضغط، مش ده ساتوريتد عند درجة الحرارة؟ الدرايفر يبقى عندك ولا لا؟ يبقى اقدر اقول البي بي اس هو البي ساتوريشن عند ايه؟ عند التي، عند الدرايفر بتمبريتشر. خلاص؟ يبقى هي البي ساتوريشن عند الدرايفر بتمبريتشر. فبالتالي انا معايا الدرايفر بتمبريتشر، ادخل ايه؟
جدول الميه عشان اجيب ضغط بخار دلوقتي عند الدراي بالب تمبريتشر. هدخل اني جدول جدول واحد اقدر اجيب البي ساتوريشن عند الدراي بالب تمبريتشر. يبقى انا جبت البي في اس ولا لا؟ لو حد بقى ايه حن عليك واداك البي في اقسمهم على بعض اجيب الايه الريلاتيف هيوميديتي صح. لو ما حدش اداني يبقى اروح احسبها من اي طريقه ثانيه هنشوف كمان شويه. او يديني رطوبه وانا معايا البي في اس اجيب البي في. يعني دايما هيبقى فيه اثنين اقدر اجيب الحاجه الثالثه اللي ناقصه. ما تشغلش نفسك بالايه المسائل والقصه دي. الموضوع هيكتمل الشكل بتاعه بعد ما نكون خلصنا البروبرتيز كلها هتعرف هتتعامل ازاي. طيب معنى بقى ان الهواء ساتوريتد يعني ايه؟ يعني ايه ساتوريتد اير؟ يعني ايه ساتوريتد اير؟ يعني الهواء مشبع بالميه. يعني الكونديشن بتاع الووتر فيبر محطوط فين؟ على الخط اللي عنده اكس بواحد. يعني البي في هو نفسه البي في اس. يعني الفاي بكام؟ بواحد. يبقى ساتوريتد اير معناها ايه؟ الفاي ب 100% او بواحد يعني. ومعناها تاني ايه؟ ان الدراي بالب بتساوي الديو بوينت بتساوي الويت بالب. ما هو امتى يبقى ايه؟ بالثلاثة بيساوي بعض. لو انا هنا اصلا لو انا وريد على خط اكس بواحد فانا اصلا يا دوب لو جيت ما هو اصلا انا على الساتوريشن. فلو جيت ابرد خلاص على طول يبقى هو دي الديو بوينت. يبقى الدراي بالب هي الديو بوينت. ولو الهواء ساتوريتد لما يجي يعدي على القطنه مش هيبخرها اصلا. يبقى بالتالي درجه الحراره مش هتقل. ما هو عمليه الديكريز بتاع درجه الحراره دي نتيجه الايه؟ الايفابوريشن. فلو الهواء ساتوريتد يبقى هيعدي على القطنه يبقى مش هيحصل عمليه اصلا ايفابوريشن. يبقى درجه الحراره بتاعت الويت بالب هتفضل في نفس القيمه بتاعتها. فبالتالي الثلاث درجات حراره بيساووا بعض لما الهواء بتاعي يبقى ايه؟ خلاص. هل الفاي دي فيها مشكله؟ يبقى عرفنا نحسبها ازاي؟ يبقى دي اول رطوبه هنتعامل معاها ريلاتيف هيوميديتي. في رطوبه ثانيه اسمها ايه بقى؟ ابسولوت هيوميديتي او هيوميديتي ريشيو او سبيسيفيك هيوميديتي. سبيسيفيك هيوميديتي دي خمس حاجات او هيوميديتي ريشيو او ابسولوت هيوميديتي هما نفس المعنى كلهم. هديها رمز ابصار. الابصار بتساوي ايه بقى؟ الماس بتاعت الوتر فيبر هنرش ما بين الماس بتاعت الوتر فيبر على مين بقى؟ على الماس بتاعت الدراي اير. انا عاوز اشوف النسبه ما بينهم عشان لسه من شويه قايل لك ايه؟ انا ادعيت ان الماس بتاعت الوتر فيبر قليله قوي خلاص بالنسبه للدراي اير. فبالتالي النسبه دي هتبقى بكام؟ لما حد يجي يحسبها يبقى لو واحد بيحسب الابصار دي طلعت مثلا بكام؟ بواحد ولا بسبعه من عشره ولا ستة من عشرة هو كده مش فاهم. يبقى النسبة دي هتبقى كام؟ 3 من 100 مش عارف 2 من 1000 4 من 1000 يبقى هي اوردر رقم صغير. طب احنا برضو عاوزين نحسبه زي ما حسبنا الريلاتيف هيوميديتي. طب الريلاتيف هيوميديتي ليها وحدات؟ لا ده برضو ايه؟ ملوش وحدات بس بنديله وحدات. ازاي؟ هو ده كيلو جرام وده كيلو جرام بس ده كيلو جرام ووتر فيبر وده كيلو جرام ايه؟ فهندي لها وحدة ايه؟ كيلوغرام فيبر على كيلوغرام دراي اير خلاص؟ وانا ما اسمع عشان نعرف نفرقهم من بعض. ما هو ما تبقاش نسبه ونسبه. لما يبقى انا بالتالي كده سيبك من الاسم. لو اداني هنا كيلوغرام على كيلوغرام فيبر على دراي اير يبقى دي ابصاي. لو اداني نسبه مئويه يبقى ايه؟ ريلاتيف. طيب ايه بس يا جماعه؟ طيب طبعا ممكن خلي بالك يدهاني جرام فيبر على كل كيلوغرام دراي اير. في الحاله دي يبقى انا اقسمها على كام؟ على 1000. لو جرام على كيلوغرام يعني اللي فوق جرام واللي تحت كيلوغرام. طيب اقدر احسبها زي ما عملت في الريلاتيف اعمل في السبيسيفيك. ان انا برضه استخدم ايه؟ استعين بالايكويشن في ايه؟ في ستيت. لما تيجي تعملها هتطلع ايه؟ ار فيبر في البي فيبر على ار بتاعت الدراي او العكس. انت اكتب الايكويشن اوف ستيت مرتين واقسمهم على بعض. بي في بتساوي ام ار تي خلاص. فهشيل الام فيبر بالايكويشن بتاعتها والام بتاعت الدراي اير بالايكويشن بتاعتها هيطلع بالمنظر ده. ك
كل واحد ليه سبيسيفيك ليه جهاز كورسنت مختلف. طب الار بتاع الدراي يجب الناس ازاي؟ 8.314 على 29. والار بتاع الووتر بيبر 8.314 على 18. هيطلع الريشيو دي ما بينهم كام؟ 0.622. طيب البي بيبر بقى اجيبه ازاي؟ لو انت عاوز تحسب الابصاي يبقى لازم تعرف البراخت بتاع الووتر بيبر. ممكن يدهوني وممكن اجيبه منين؟ من الفار. يعني هي الدنيا واحده. يعني ايه الدنيا واحده؟ يا اما من الابصاي اجيب البي في، يا اما من الفاي اجيب الايه؟ يعني البي في دي يا اما هتيجي من الابصاي يا اما هتيجي من الفاي، ما لهاش سكه غير كده. او ممكن يبقى في سكه ثانيه بس ايه؟ بس احتمال قليل، يبقى غالبا هجيبها من واحده منهم. طب بس انا مش عارف بقى الدراي ايه اعمل فيه ايه، ده طلع لي كده. عاوز اتخلص منه. خلص منه ازاي؟ بالظبط، برافو عليك. مش احنا قلنا في الاول الضغط الكلي اللي هو الدراي زائد الوتر بيبر، يبقى ممكن اشيل ايه؟ الضغط بتاع دراي اير بي بي ناقص كام؟ بي بي. يبقى المعادله كلها اصبحت مجهوله في الايه؟ في البي بي. والضغط بتاعك كام بقى؟ الضغط الجوي بقى حسب ما يدهوني، ممكن يبقى 1 بار، ممكن يبقى 1.013 بار، ممكن يبقى 97 كيلو باسكال. وضغط الجو برضه ساعات بيحصل له ايه؟ فلكتويشن يعني. طبعا هو لو ما ايه؟ لو مش مدوني بنعتبره اللي هو الستاندرد، اللي هو الاتموسفيريك اللي هو 1.013 25. خلاص؟ المهم ده معروف، بس طبعا لازم توحد اليونتس بقى. لو ده بار يبقى ده بار، لو ده كيلو باسكال يبقى ده كيلو باسكال. يعني ايه؟ مظبوط. ده كده الابصاي اللي هي السبيسيفيك هيوميديتي او هيوميديتي ريشيو او ابسوليوت هيوميديتي. اوكي؟ واضحة؟ طيب خلينا نيجي شويه شباب. سادس حاجه اسمها ديجري اوف ساتوريشن. اسمها ميو ايه ديجري اوف ساتوريشن بقى؟ اللي هي الريشيو ما بين الايه؟ السبيسيفيك هيوميديتي على الاكشوال سبيسيفيك هيوميديتي على السبيسيفيك هيوميديتي بتاعت الساتوريتد ايه؟ اير. لو قسمت مع بعض دي اقدر اجيب الديجري اوف ساتوريشن. طب انا اقدر احسب ابساي؟ ما انا لسه حاسبها اصلا. طب لو عاوز احسب الفايس هو نفس الايه؟ الفورمولا، بس اشيل البي في واحط مكانه بي في اس اللي احنا جبناه اللي هو البي ساتوريشن عند الايه؟ دراي بالك. بس وضرب الضرب. دي نسبة ايه؟ الابصاي على الابصاي. ماشي، يعني الابصاي التانية ضغط ووتر بيبر. لا بلاش نوصل لتعريف الضغط، خلينا في الوزن. ام البيبر على ام ساتوريشن صح؟ هنا عبارة عن الباص ده عبارة عن الام بيبر على ام اير. اللي تحت عبارة عن الام ساتوريشن على ام اير. لو قسمت الاثنين على بعض هيديني ام على ام. لا ومين قال لك ان الام اير ثابت؟ لا ما احنا مفيش حاجة اسمها ام اير، احنا في ريشيو. يعني احنا بنحسب، احنا اصلا ما نقدرش نحسب الام اير ولا نقدر نحسب الام في ولا نقدر نحسب الام في اس. يلا قوم نروح، يلا نلد الشرطة اللي اتقفل في الكمبيوتر. احنا بنحسب الريشيو ما بينهم. هو انا اقدر احسب الابسوليوت ماس؟ يعني الماس اللي في الجو اقدر احسبها؟ لا لا بس ويزن ريشيو ما اقدرش احسبها. ماشي ماشي، ما هتلاقيها بتختلف، هتلاقيها بتختلف. لا الحجم بيختلف. اه مش الحجم، اسف. نعم ما حاجه هتزيد حاجه على حساب حاجه هتزيد حاجه على حساب حاجه. طيب ماشي.
هو الضغط ايه عباره عن ايه؟ ضغط الدراي ايه؟ الضغط بتاعي توتال ناقص ضغط الوتر فيبر. الدراي اير بيساوي ايه؟ الضغط كويلي ناقص ضغط الوتر فيبر. فبالتالي الفرق ده ممكن بيتغير نتيجه ضغط الوتر فيبر، فبالتالي المسح بيتغير. لو احنا مثبتين حجم الضغط اتغير يبقى المسح اتغير. صح؟ انت بتقارن بين كونديشن وكونديشن، بتقارن بين حاله وحاله بس. طب اجاوبك على السؤال ده عشان بس ما اعطناش في الاخر. الانصارب بتاع الموس ايه؟ عاوز اجيب الانصارب بتاع الجو. الانصارب بتاع الميكشر بيساوي ايه؟ بتاع الدراي اير زائد الانصارب بتاع الوتر فيبر، مش كده؟ طيب الانصارب بتاع الدراي اير بيساوي ايه؟ الماس بتاع الدراي اير في الاتش بتاع الدراي اير زائد الماس بتاع الوتر فيبر في الاتش بتاع الوتر فيبر، مش كده؟ طيب ده الاتش بتاع الميكشر. احنا بنحسب كل حاجه توتال ولا سبيسيفيك؟ سبيسيفيك. احنا طول عمرنا متعودين نحسب نحسب ايه؟ سبيسيفيك انصالبي. فانا احسب كل حاجه هنا بالكيلو جرام اوف دراي اير، لان احنا معتبرين الدراي اير ايه؟ هو اللي ثابت ما بيتغيرش. يبقى انا احسب الايكويشن على الايه؟ على الماس بتاعت الدراي اير. يطلع هنا ايه؟ اتش اير دي اكسايد بالظبط كده، صح كده ولا لا؟ ام في على ام ايه لسه قايلينها الابصار. طيب الانسان بتاع الوتر فيبر ده بقى اللي ساعدتك انت بتقول كنت عاوز تجيبه من الجدول. مين كان بيسال؟ لو انت عاوز تجيبه من الجدول هتجيبه ازاي؟ بضغط الوتر فيبر ودرجه الحراره. خش بي او تي في جدول السوبر هيت. صح؟ يبقى صح. في بقى طريقه ثانيه احنا استنتجنا له معادله. عشان توفير الوقت المهم هتطلع بكام عشان ما اقعدش. هتلاقي استنتاجها صغير يعني بس مش عليك. الاتش بتاع الوتر فيبر ده بيساوي ايه؟ 2501 زائد 1.86 في التي. دي استنتجتها من بي بي. لا دي استنتجتها منين؟ انا عاوز احسب الاتش هنا. هتحسبها ازاي؟ لو انا عاوز احسب الاتش الانصالب دي هقول الانصالب بتاعت سي بتساوي كام؟ الانصالب بتاعت بي زائد السي بي في الدلتا تي. السي بي فيبر في الدلتا تي. فالسي بي فيبر هي دي. السبيسيفيك هيت بتاعت الفيبر هي الفاليو دي. طب وايه الدلتا تي بقى؟ اللي هي المفروض ايه؟ درجة حرارة الوتر فيبر ناقص درجة الحرارة بتاعت بي. طب درجة الحرارة بتاعت بي كام؟ أنا واخد الريفرنس بتاعي كام؟ زيرو ديجري سي. فالمفروض الدلتا تي دي اللي هي تي ناقص كام؟ زيرو اللي هي دي. طب وديت؟ الاتش اف جي عند الزيرو. لأن المفروض أنا بقول هي الاتش دي زائد عاوز اجيب الاتش دي فهي عباره عن الايه؟ الاتش اف جي زائد الاتش ايه؟ اف. بس الاتش اف هنا بكام؟ بزيرو عشان دي عند زيرو ديجري سي. بس. دي ثابت معايا فشل؟ المقدار ده ثابت معايا فشل؟ عشان عند الضغوط الواطيه اتفقنا ان ايه؟ الاتش بتتعمل على درجه الحراره. لا انا اقصد الاتش اف جي دي عند درجه الحراره زيرو بس.
ما احنا قلنا عند الضغوط الواطية الاتش ما بتعتمدش على البريشر، بتعتمد على درجة الحرارة فقط. يعني اتش اف جي برضه ما بتعتمدش على البريشر، على ما هو درجة الحرارة لما تأثر هتأثر على الاتش اف اف. انت بتحسب عند اي حاجة، ما هو خلي بالك ممكن تعملها عند اي درجة حرارة تانية، فاهم؟ بس هيبقى هنا تيجي ناقص حاجة تانية. يعني انا واخد الريفرنس الداتا بتاعي زيرو، يعني دي الاتش اف جي عند كام؟ زيرو. ديت تي ناقص زيرو لو عملتها عند حاجه تانية يبقى تي ناقص الرقم الثاني. انت مش لسه بتقول لي عند زيرو بالذات؟ انا بقول لك ممكن تعملها عند اي حاجه تانية غير الزيرو. ايه عند زيرو ما بتعتمدش على البريشر. ارجع كده للثيرموداينامكس هتلاقي عند الضغوط الواطي الاتش لا تعتمد على بريشر خالص او فانكشن في التي، عشان كده عملتها ايديال جاز. طيب الانصال بقى بيساوي ايه بقى؟ هنعوض اهو الاتش بتاع الدراي بتساوي كام؟ سي بي ايه؟ هنضربه في الايه؟ في درجة الحرارة. طيب زائد الابساي في الاتش فيبر، فين الاتش فيبر؟ اهي. حيث تي دي عبارة عن ايه بقى؟ درجة حرارة الدراير ولا الوتر فيبر؟ هما الاثنين واحد. ما الاثنين زي بعض اللي هو درجة حرارة الميكشر اللي هو الدراي بالب. بس تحطها بالايه بقى؟ كلمة. الدجري سي. ما هو يا ابني ما انا قلت لك ايه؟ ايوه دلتا. وانا واخد هنا الدلتا في ناقص زيرو دجري سي، يبقى دي لازم بالدجري سي، ودي برده كانت نفس الفكره. يعني دي اصلا عباره عن ايه؟ دي تي ناقص صفر، ودي برده تي ناقص صفر. فانت الزيرو حطيتها ايه؟ سيلزيوس، يبقى تي بالسيلزيوس. لو انا كنت مخليها 273 فالقانون هيبقى 273، يبقى تحطها تي بالكلفن. احنا بقى وفرنا على نفسنا القصه دي. يبقى هنا يبقى ده الريليشن الوحيده اللي هتحط فيها درجه الحراره بالايه؟ بالسيليزيوس. لغايه دلوقتي خدناها لغايه دلوقتي، دي الريليشن الوحيده اللي هنحط فيها درجه الحراره بالسيليزيوس. ماشي؟ يبقى العلاقه تجي منها ايه؟ بتاعت مين؟ بتاعت المويست ايه؟ اللي هما الاثنين مع بعض. الاتش بتاع الهواء بس محسوب لكل كيلو جرام دراي اير. يعني ده الاتش بتاع الهواء كله. بس انا حاسبه بالايه؟ بالكيلو جرام دراي ايه. لو عايز ارجع اجيب الاتش توتال ما انساش بقى ان انا هرجع اضربه في الماس بتاعت الدراي ايه. اوكي؟ عمال افتكر هو قال كام؟ السبيسيفيك فوليوم. ازاي احسب السبيسيفيك فوليوم بتاع الجو؟ الفي اللي هي مقلوب الرو اللي هي من ايه؟ توتال فوليوم على الماس، مش كده؟ طيب ما احنا هنحسب اي حاجه للهواء الفوليوم بتاع السبيسيفيك فوليوم بتاع المويست اير هيبقى التوتال فوليوم على الماس بتاع الدراي اير. كل حاجه كل كيلو جرام دراي اير زي الانثالبي بتساوي ايه؟ هي الروف الام ايه ده الروف ايه اللي فكها؟ ده التوتال فوليوم. ما هما الاثنين بيحتلوا نفس الحجم صح؟ ودرجه الحراره. هنجيب ده ازاي؟ بي في بتساوي ام ار تي مش كده؟ اللي هي الايكويشن اوف ستيت بتاعت الدراي اير. يبقى ده بيساوي ايه؟ الار اير الار بتاع الدراي اير بدرجه الحراره على البريشر بتاع الدراي اير. طب وانا دي درجه الحراره بتاعت مين؟ الميكشر هتبقى بالايه؟ كده اللي هي الدراي بالب ولا اللود بالب؟ الدراي بالب. والار ايه؟ والبريشر بتاع الدراي اير بكام؟ ما اعرفوش بكام؟ بي نايس دي في كده؟ وحدته ايه؟
كيلو بس دبل كيلو يبقى دبل ايه كيلو بس كام بس تعرف تحسب الايه بتشيك فوليوم ولا لا وحداته ايه بقى ميتا كيوب لكل كيلوغرام ايه بقى دراي اير مش اير دراي اير اير دي معناها اللي هو المويست تمام ده عشان نحسب بيها الايه السبيسيفيك هيوميديتي بتاعتي يعني انا قدرت احسب السبيسيفيك هيوميديتي ولا لا خلاص في طريقه ثانيه بقدر احسب بيها السبيسيفيك هيوميديتي اللي هي اسمها اديباتيك ساتوريشن ما هي بروسيس اسمها اديباتيك ساتوريشن بروسيس بحسب منها الاديباتيك ساتوريشن تمبريتشر خلاص يعني هي بروسيس انا بحسب منها الاديباتيك ساتوريشن تمبريتشر خلاص ركزوا بقى معايا فانا عندي دي عباره عن ايه بجيب هواء عندي مش ساتوريتد يعني الرطوبه بتاعته اقل منين الواحد ليه درجه حراره وليه سبيسيفيك هيوميديتي معينه فبيعدي على الايه على دي شانل كلها مليانه هنا ايه ده ليفل من الميه وانا باخد الميه دي اعمل لها ايه سبريينج فبالتالي الهواء لما يعدي على الميه يحصل له ايه يبتدي يبخر الميه فبخلي التشانل بتاع الايه دي الطول بتاعها ماله كبير قوي عشان اتاكد ان هو طول ما ماشي عمال يبخر فبالتالي يوصل للساتوريشن ايه طبعا كل ما الطول دوت بيعلى بمعنى كده انا بتاكد ان هو هيخرج ايه ساتوريت خلاص لان هو ممكن يحصل له ساتوريشن هنا في النص بس هيفضل مكمل بقى خلاص ساتوريت فبالتالي انا كل ما زود الطول دي بتخليني اتاكد بس تو ميك شور ان الايه ان الهواء هيخرج عندي ساتوريتد يعني فوق 2 دي هتطلع بكام واحد ويب سايت 2 لا مفيش صاير دي بواحد دي نسبة الوتر ويبر على الدراي اير واحد ازاي اف صاير 2 اكبر من اف صاير 1 ودي 2 2 دي اسمها ايه شبه مين الوت ولا ديو الوت بالب فدي فكرة القطنة بس بالب القطنة هو حوض كبير بس عشان كده هم عملوا الحوض ده وطلعوا منه علاقة بعد كده قال لك دي مش براكتيكال قوي ان انا اجيب ايه الحوض الطويل ده محتاج طول قوي فطلعوا بقى ايه
حاجة كده اسمها سايكروميتر. السايكروميتر دوت عملوا فيه حتة الايه حاجة زي القطن المبلولة كده، هي دي اللي بتقيس الايه الويت بالظبط. يعني ده دي حاجة انا بحسبها ماثيماتيكال بس مش عملية. فجابوا جهاز جديد كده يعمل ايه قصة ولا القصة دي بس نفس المبدأ. تمام؟ يعني من الاخر كده الادابريك سيكتوريشن تمبراتشر دي هي تقريبا هي نفسها الايه الويت بالظبط. اوكي؟ طيب احنا بقى عاوزين نطلع ايه فورمولا. طب الفورمولا دي ايه لازمتها بقى؟ هو مش احنا دلوقتي كنا بنقول ان احنا الويت بالب دي في حد ذاتها مش مهمه قوي، احنا كنا عاوزين نجيبها من نجيبها عشان الايه عشان الديفرنس بس نعرف عشان اجيب ايه في اخر الرطوبه صح. فانا بس هي مش مهمه قوي بس اقدر اقيسها بسهوله، فبالتالي انت تقدر تقيس الويت بالب. فانا هجيب علاقه بين الايه بقى الابساي والويت بالب بحيث ان انت لو تقدر تقيس الدراي بالب واقدر اقيس الويت بالب اقدر احسب الابساي. ليه؟ لان العلاقه دي هي كويسه وبنت حلاله صغيره بس مشكلتها في ايه؟ ان انا براكتيكالي انا مش هقدر اجيب ضغط الووتر فيبر. احنا في المسائل ممكن نديها لك بس هو في الحقيقه ضغط الووتر فيبر ما عرفوش، بس اللي سهل اقيسه مين؟ الويت بالب والدراي بالب. فبالتالي لو انا اقيس الويت بالب والدراي بالب اعوض في الايكويشن اجيب الايه؟ الابساي. ولما تجيب الابساي تعرف ايه؟ ضغط الووتر فيبر. لما تعرف ضغط الووتر فيبر اللي كانت مكتوبه من شويه احنا اسمها ايه؟ الفور. خلاص يبقى عرفت ايه الدنيا ماشيه ازاي. طب احنا بس مجرد هنكتب سطرين كده نستنتج علاقه ونبروزها في الاخر. يبقى علاقه، يبقى انا عندي كام علاقه للابساي دلوقتي؟ اتنين. واحده استخدمها لو عارف الضغط الووتر فيبر او عاوز اجيب ضغط الووتر فيبر ومعايا الابساي، وواحده عمري ما هستخدمها غير لو عارف الويت ايه بالب تمبريتشر او الادياباتيك ساتوريشن تمبريتشر اللي هم الاثنين زي بعض. طب تعالى بقى نكتب الايكويشن بتاعتي. انا عندي ايه اللي داخل هنا؟ ووتر فيبر ايه ووتر اير مويست اير. الانصالب بتاعته ايه بس جايبينها من شويه اتش. يبقى اتش كام؟ اتش واحد صح. اضربه في الايه؟ في الماس. بس الاتش ده اللي هو الانصالب بتاع المويست اير محسوب لكل ايه كيلوغرام دراي كيلوغرام دراي اير. فارجع اضربه في الماس بتاع الدراي اير يبقى ده الانصالب اللي داخل. احنا دلوقتي بعمل انرجي بالانس. طيب يبقى الانرجي ايه زائد ايه بقى؟ مش المايه دي ليها انرجي داخل على الكنترول فوليوم. طيب الانرجي بتاعت المايه بتساوي ايه؟ الام بتاعت الووتر. هنحاول نجيبها كمان شويه من اتش بتاعت الايه الووتر. المايه دي ليكويد صح؟ يعني اقدر اقول الاتش بتاعتها هي اتش ايه اف، والمايه اللي برشها دي بتبقى عند نفس درجه حراره الخروج. يعني اتش اف عند كام؟ 2 بتساوي الاول اللي هيخرج هيبقى مويست ولا لا؟ هيبقى مويست اير. فيبقى ليه اتش تبقى اسمها ايه؟ اتش 2. والماس بتاعتها مضرب دي بالكيلوجرام دراي اير مضربها في الماس بتاعت الايه الدراي اير. انا المايه اللي برشها دي برشها عند نفس درجه حراره الخروج اللي هي دي اللي هي فكره ايه القطنه. لما الهواء يعدي على الميه فبالتالي يبخر يبقى الميه يبقى درجه الحراره بت ايه بتقل. يبقى 2 دي هي الويت بالب تمبريتشر. يعني 2 دي خلاص هنقول عليها ان هي ايه الادياباتيك ساتوريشن تمبريتشر اللي هي الويت بالب تمبريتشر. طيب انا هضرب هنا الماس بتاعت الدراي اير. هل الماس بتاعت الدراي اير عند الخروج تختلف عن الدخول؟ هو مين اللي بتغير دلوقتي؟ الدراي اير ولا الكونتنس بتاعت الووتر فيبر اللي بتتغير؟ يعني الاو 2 والان 2 دول اصلا بيحصل لهم حاجه؟ يبقى الماس بتاعت الدراي اير مش هيتغير، يبقى دي تبقى نفس الماس. خلاص؟ طيب ايه هو ام ام ووتر اللي انا رشيتها؟ اقدر اجيبها؟ مش دي المايه اللي انا برشها دي عباره عن الووتر فيبر عند الخروج ناقص الدخول؟ يعني مثلا انا داخل ايه جرام ميه وانا رشيت نص يطلع كام جرام ميه؟ 1.5. يبقى اللي انا رشيته ده عباره عن ايه؟ الووتر فيبر اللي خرج ناقص اللي دخل. يعني ممكن اقول ايه؟ ام في كام؟ 2 ناقص ام في 1. ام في 2 بقى غير 1 لان ام في 2 اعلى من 1 لان انا خدت ميه من الجو. دكتور انا رشيت ميه، الميه دي قد ايه؟ اقدر اجيبها ازاي؟ ما الهواء لما عدى على الميه بخر قد ايه بقى؟ ربع جرام ولا نص جرام ازاي؟ اعرف منين؟ إيه؟
لو الووتر فيبر اللي داخل هنا 1 جرام وخرج 2 جرام يبقى انت رشيت كام؟ 1 جرام. 1 بس. دكتور يا ليه ده HF مين؟ HF هو خلاص الهواء لما يبخر المية خلاص هي فكره القطنه المبلوله بالظبط. انا لما الهواء بخر المية فدرجه حراره الايه اللي متقسم الترمومتر تحصل لها ايه؟ قل. فبالتالي درجه حراره المية دي بعد ما المية قل بعد ما درجه الحراره قلت اللي هي الويت بالب تمبريتشر اللي هي عند الخروج 2 عشان انا وصلت الهواء للساتوريشن زي فكره الويت بالب. ماشي الماس التوتال هتزيد نتيجه الوتر. بس انا بتكلم هنا الدراي اير. انا ضربت في الدراي اير لان احنا اتفقنا الانثالبي انا حاسب كل كيلو جرام دراي اير كده. يعني الام الام بتساوي ايه؟ ام في زائد ام اير صح. اللي بتغير من الام اير ثابته الام في هي اللي بتزيد او تقل نتيجه الايفابوريشن صح. فدلوقتي الام في 2 اكبر من ام في 1 يبقى ام 2 اكبر من ام 1 بس الدراي اير لوحده هو هو. يعني الام توتال هي اللي بتزيد بس الدراي اير ده ثابت. طب حد كده من الحلال بقى بس تلاقي المعادله دي انا عاوز اتخلص من ام في 2 حد يقدر او ام في 1 اللي بتساوي تساوي ايه؟ ام في على ام ايه؟ ام في على ام ايه؟ يعني انا ممكن اكتب كده حد هيزعل؟ انا شلت الام في بالايه؟ بالاتصاي في الام بتاعت الدراي اير اللي هي ثابته يبقى الام بتاعت الدراي اير ايه؟ هتروح. يبقى انا كده اقدر اقول طبعا هنشيل اتش واحد بكام؟ اتش اير واحد صح؟ زائد الابساي في كام؟ في اتش في واحد مش ده القانون بتاع الانطالبي اللي لسه كاتبينه من شويه؟ وطبعا اتش 2 هتبقى ايه؟ الاتش بتاعت الدراي اير عند 2 زائد الابساي 2 في اتش في 2 في الاخر هتوصل لكده. يبقى العلاقه دي اللي انت هتحسب بيها السبيسيفيك هيوميديتي ابساي واحد لو عرفت كل الحاجات اللي على ناحيه الايه؟ الرايت هاند سايد. طب تعالى نجيب الحاجات اللي في ناحيه الرايت هاند سايد كده في اقل من دقيقه. احنا اتفقنا. تعالى بسرعه كده نمسك كل حاجه ايه ممكن ايه الحاجه اللي ممكن ما تعرفش تجيبها او الحاجه اللي تعرف تجيبها. احنا قلنا دي واحد دي هتبقى ايه؟ دي واحد دي الهواء هو لسه جاي درجه الحراره اللي بقيسها هنا لو جبت ترمومتر يبقى دي دراي بالب تمبريتشر. يبقى تي واحد دي عباره عن ايه؟ دراي بالب. تي اتنين لو انا وصلته للساتوريشن فبالتالي يبقى هي دي الويت بالب نتيجه عمليه الايفابوريشن. يبقى تي اتنين دي الويت بالب. السي بي بتاعت الهواء اللي هي 1.005 بتاعت الهواء. طيب اتش في واحد القانون بتاع الاتش في اللي هو 2501 زائد 1.86 في تي 1 اللي هي دراي بل اتش اف 2 ده الانسايب اوف ايه؟ ساتوريتد ليكويد اللي انت بتجيبه من الجدول عادي بس عند تي 2 تي 2 اللي هي الايه؟ الويت بل. يبقى فاضل ابساي مين؟ ابساي 2 2 هي ابساي 2 دي بتساوي ايه؟ 0.622 في بي في على بي ناقص بي بي بس 2 دي حالتها ايه؟ ساتوريتد. يبقى بي في 2 دي تبقى اسمها ايه؟ بي في 2 اس. طب يبقى بي في 2 اس بتساوي ايه؟ مش ساتوريتد؟ يبقى هي بي ساتوريشن عندي 2 2 اللي هي يبقى اي حاجه 1 تبقى دراي اي حاجه هنا 2 تبقى ويت بس. بس يبقى انا كده قدرت اجيب بي في 2 اس قدرت اجيب ابساي 2 كل اللي موجود هنا معايا اقدر اجيب الابساي. يبقى كده ملخص الموضوع العلاقه دي مش هقدر احسب منها الابساي غير لو عارف مين؟ الويت بالب تمبريتشر.
من الاخر كده الواد بابي لو ما تعرفهاش العلاقه دي مش هقرب لها. اوكي يبقى العلاقه دي انا بقرب لها لو انا معايا الواد بارد اقدر احسب الحاجات دي كلها في دقيقه. احسب الابصاي وبعد ما احسب الابصاي لو حابب احسب طاقه الوتر ويفر اقدر احسبه من هنا. ارجع بعد كده احسب الفاي. ايوه لا لا تعب ولا خصم لك الروف دي تحت بعض دلوقتي. ايوه والله لو خصم لك كده كده يا خصم مره جايه دكتور ورق دكتور دكتور كل دي دكتور ورق دكتور مين هيصور دي ويجيبه لي؟ يلا عمرو يلا مستوى سيب